يمكن الأطفال والجيل الجديد يعني مروا بصراحة السنين اللي فاتت بتغيرات عدة، وكل الأسر بتبقى متخوفة. أول ما بتخاف على أولادها. إحنا يعني عمالين كل شوية نشرح لهم أزمات حوالينا بتحصل، حروب بتحصل، سواء حروب عسكرية أو حروب اقتصادية بتحصل، لكن الحقيقة إن هما دايماً بيفاجئونا باستيعابهم لده، ويعني قدرتهم إنهم ياخدوا قرارات ويقفوا وينصروا ويفهموا يعني ايه فلسطين ويعني ايه القضية الفلسطينية، وبننبهر بيهم طول الوقت. فده بيشجعنا اكتر على ان احنا نربيهم تربية سليمة، تربية وطنية سليمة، يعرفوا قيمة بلدهم، يعرفوا يعني ايه رئيس مصر، أهمية هذه الانتخابات الرئاسية. كل اللي بيحصل ده بيشجعنا الحقيقة ان احنا نحكي لهم اكتر ونشرح لهم اكتر. لكن ازاي اقول الطفل، افهمه يعني ايه انتخابات، يمكن المصطلحات شويه تكون صعبه عليه، ازاي اخليه يدرك قيمه هذه العمليه الانتخابيه. خلينا دلوقتي ناخد على التليفون دكتور محمد حموده، استشاري طب نفسي. مساء الخير عليك يا دكتور. وازاي اشرح للاطفال العمليه الانتخابيه واهميتها من غير ما يعني ادخل اقول لهم كلام صعب او مصطلحات صعبه عليهم؟ مساء النور، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بسيط. أول حاجة لازم ناخد بالنا إن اللي إحنا هنعلمه لأطفالنا هيستمر معاهم طول الوقت. صحيح. يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لو علمته أهمية الانتخابات ودورها في إنه ده بيحدد مستقبل البلد بشكل عام، ده هيفضل معاه وهيبقى بعد كده راجل كبير بينزل لجنة الانتخابات وبياخد الموضوع بشكل حيوي مش على الهامش، وعنده ثقة إن صوته هيقدر يغير. لكن لو علمته، في اباء سلبيين كتير بيوصلوا اولادهم فكره انه ملوش لازمه وملوش قيمه الموضوع بتاع الانتخابات ده، وفي الاخر النتائج محسومه، وده غلط لان ده بينغرس. وفي اباء تانية يا دكتور محمد بنلاقيهم واخدين اطفالهم للجان وبيوروهم وبيعرفوهم، والاطفال أيوة نازله بتغني الاغاني الوطنيه ورفع الاعلام. في النموذج الايجابي وفي النموذج السلبي. النموذج السلبي ده المفروض نتمنع عنه تماما، عشان احنا هنبقى عارفين انه ده هيأثر فيهم سلبا بعد كده في المستقبل وهيخليهم اشخاص مش فاعلين. لكن النموذج الايجابي اني اشرح يعني ايه دور الرئيس ويعني ايه اختيار رئيس جمهوريه، واهتم قوي باني ابين صوره الرئيس زي صوره مدير المدرسه عشان اوصل الفكره للطالب. تخيل كده، انت لو مدير المدرسه شخص مثلا عنيف او شخص بيتعامل مع الطلبه بشكل سلبي، هتبقى انت حبه؟ طب لو اديناكم الفرصه انكم تختاروا مدير المدرسه بتاعكم، ايه رايك؟ فهو هيحب الفكره جدا، فنبدا ناخده في السكه دي، ناخده بالتشبيه ده انه ينزل ويشوف، ونوضح له ان المدرسه بتاعته وكل طالب ليه دور ايجابي، لانه اللجان هتبقى في المدارس، فاحنا هنستلف منكم المدرسه عشان نعمل فيها العمليه الانتخابيه، ايه رايك بقى تيجي معايا؟ ايه رايك بقى تشوف؟ ايه رايك تقول لي رايك ايه في المرشحين؟ طب وناقش معاه كل مرشح واقول له كل مرشح فيهم بيقول ايه؟ واقول له انت رايك ايه في الموضوع؟ هيحب قوي وهيهتم ان انا اخد رايه وان انا بعامله كواحد كبير، وهيهتم قوي لما يحس ان هو ليه دور بانه مدرسته اللي هو بيحضر فيها والديسك بتاعه هيبقى ليه دور وهيبقى ليه مكان، وهيهتم قوي لما يعرف النموذج بتاع اختيار الرئيس شبه نموذج اختيار مدير المدرسه. فدي كلها حاجات ايجابيه هتساعد الطفل انه يفهم وانه يختار. قيمه ده ايه للمجتمع وللطفل ولبلدنا؟ قيمه الوعي اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نبنيه في اولادنا. بالظبط كده، والحقيقه الحكايه دي المفروض تتعمل في المدارس من بدري، وكان زمان في التلفزيون في حاجه اسمها البرلمان الصغير، كنا بنشوف واحنا اطفال العمليه الانتخابيه بتاعت البرلمان الصغير والناس ازاي بتعبر عن ارائها، وكانت حاجه ايجابيه جدا. للاسف الحكايه دي انتهت وما بقاش في حد بيوري النموذج الانتخابي في صوره برنامج اطفال او حاجه زي كده، ولو ده رجع تاني هيفرق جدا مع الاطفال. اختيار رائد الفصل في المدرسه فهم للطفل نموذج يعني امتى اختياره، فمهم قوي انه يبقى المدارس بتختار رائد الفصل وبتعمل عمليه انتخابيه للاطفال عشان يفهموا ده بعدين، يفهموا ده برضه انه ده دور مهم جدا. وبشكل عام الاحتفال بانتخابات الرئاسه على انها حاجه قوميه وعيد قومي او عيد زي العيد الكبير والعيد الصغير ويوم الجمعه، هيخلي الشخص لما يكبر ما بيفكرش هو ينزل ولا ما ينزلش، هو كده كده لازم ينزل. يعني احنا ما بنفكرش احنا رايحين نصلي ولا لا، احنا كده كده نازلين. ما بنفكرش احنا رايحين صلاه العيد ولا لا، احنا كده كده نازلين.
فهو المفروض يبقى بنفس الطريقه ده موجود مع الاطفال عشان يبقى عندهم الفكره دي والاقتناع ده لما يكبروا ان احنا كده كده نازلين، مفيش اختيار ان احنا ننزل او ما ننزلش. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.